بعد هذا من مكة المكرمة رسالة من ميم ألف، هكذا هو رمز الرسالة. تقول فيها المرسلة: ما حكم إرضاعي أمام عمي والد زوجي؟ تقول: هل يجوز أم لا؟ الواجب على المرأة أن تستر نفسها وأن لا تظهر أمام محارمها من عمها أو غيره إلا ما جرت العادة بكشفه، أن تكشف وجهها أو كفيها أو ما جرت العادة بكشفه. وإظهار الثدي عند عمها ليس بضروري، تستر ثديها، وإذا ظهر شيء منه بدون قصد أو دعت الحاجة إلى إخراجه فلا بأس بذلك.